رمضان كريم لكل تابعين نور ستار. هاي للكل، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وقتوا عم تشوفوا اليوم. اوكي، اليوم عندنا فلوج غير شكل. اول شيء بالفلوج رح نروح على الدكتور، عندها ماما مو على الدكتور. ثاني شيء حنروح نتسوق، انا صار لي كثير مش رايحه على مكان تسوق لانه انا بحب اقعد بالبيت اتفرج مسلسلات او يوتيوب، ولكن اليوم رح نروح نتسوق لرمضان، تجهيزات رمضان. عم صور هذا الفيديو قبل رمضان، خلونا نوصل 18 مليون باسرع وقت. سو اشتركوا بالقناه مشان اعمل لكم مفاجاه، عندي شيء مجهزته ل 18 مليون اول مره بعمله بحياتي. سو اشتركوا بالقناه وبس، خلينا هسه نطلع، يعني لازم نطلع. اوكي، رمضان كريم وكل سنه وكل عام وانتم بالف خير يا رب. عندي خبر رائع لكم، هذا الفلوج فيه كثير تفاصيل حلوه، بس اهم خبر جايز برنامج لحظه صراحه اللي هو برنامجي مع بنفت هالسنه كمان للسنه الرابعه على التوالي نزل بقناتهم. اول حلقه نزلت، بهالحلقه عم بحكي عن كثير قصص صارت معي، عن الصداقه وعن اشياء كثير حساسه بالنسبه لي. انا عملت كل شيء لهالانسانه، عطيتك كل شيء المفروض كان اعطيه لنفسي. عم عبر فيها من قلبي عن كلام كثير هيك طالع من القلب. روحوا شوفوا الحلقه الاولى، حط لكم رابطها باول صندوق الوصف، كبسوا روحوا شوفوه. مش بس هيك، برنامج بنفت جايز حيكون فيه كثير يوتيوبرز بجننوا، كثير يوتيوبرز حبوبين عم بيحكوا عن قصص خاصه فيهم حصريه لهم، فلا تفوتوا حلقات البرنامج، فروحوا على بنفت وشوفوا الحلقه واشتركوا بقناتهم مشان تشوفوا كل الحلقات القادمه. ومش بس هيك جايز، كمان عندهم مسابقات كثير قويه، سو شاركوا بالمسابقات. وفي فلتر على انستغرام عاملينه بنفت كمان استخدموه، لانه بس تستخدموه كمان بتدخلوا بفرصه لربح جوائز ومسابقات مع بنفت. كل هالتفاصيل هاي لا تفوتكم، الرابط تبع اول حلقه بصندوق الوصف، اول صندوق الوصف، فوتوا تفرجوا على الحلقه واكتبوا لي كلام حلو لانه عن جد انا محتاجه كلامكم الحلو وبحبكم كثير وانتم بتجننوا. هلا جايز حخليكم مع فلوج، هذا الفلوج هو عباره عن يومين عم صور لكم فيهم، حتشوفوا هلا اول يوم وبرجع لكم بعدين مشان اليوم الثاني. حاليا ماما عم تتناقش بفكره تسوق رمضان، دبس. شنو نجيب؟ دبس. هذا الدبس. الله عليكم، منو يقدر يقرا خط امي؟ يمكن ماي، شاي، خيار، بصل، ليمون، بطاطا، توست، ليمون، لبن، روبا. روبا بالعراق يعني لبن. لبن، ملح، دجاج، حمص. خلاص ثبتيني غلطه، تحيتي. قريت خط امي. انا اعرف العالم من يريدون يروحون للسوق يكتبون بالتليفون شنو يريدون، امي تكتب هنا. حتى اتذكر هاي ماما اشياء قديمه، احنا حتى التكنولوجيا طورنا. خلي الف التليفونات، خلي التكنولوجيا امي تكتب على الورقه. امي انسانه يعني قديمه. شنو ردش بنين تقول عليش قديمه؟ عادي، القديم هو الاصل. ماما لا عادي، نزعي هاي، لبسي ساعه قديمه، هاي متطوره. خذيها نزعيها. لا هاي انا حطيتها لما لا 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 انطينيها ماكو، هي هي طمعانه بيها تريدها ونفسها عليها. خذيها، عدي ساعات الدنيا هسه على ساعتي شروق. كملي كملي ماما، جيب ساعتي ولك. جيب ساعتي. ماما جاهزه للدكتور؟ ايه جاهزه؟ ايه جاهزه الحمد لله. يلا خلينا نروح نشوف ايش يقول. يلا ان شاء الله يقول صحتي زينه. فتنا على هاي الغرفه جايز، في هذا الجهاز الكثير معقد، ما بعرف شو هو ولا اعرف ليش انه يشتغلون او يستخدمون. هذا تخطيط للقلب ماما. تخطيط للقلب؟ يس، هذا تخطيط للقلب امي. ها؟ هذا تخطيط قلب ماما. تخطيط قلب؟ لان شافوا ضغط صاعد. ايه؟ لازم يفحصون القلب. ايه 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 ام النور، اشربي 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 اشربي. ماما انا خايفه. ليه؟ ما ادري، ما احب اشوفك مريضة. ماما شوفي، المرض اجر وعافية. يا رب. وهسه احنا على ابواب رمضان. فلا تخافي. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. ماما خلصت الاكو وتخطيط القلب وهلا ناطرين الدكتور يجي. كيفك؟ الحمد لله. مين اقوى ام بالدنيا؟ كل الامهات قوية. مين احسن ام بالدنيا؟ اجى الدكتور. اجى الدكتور. يا احسن ام بالدنيا. تقبرني انا. تقبرني انا. طلعنا من المستشفى جايز، شوي نفسيتنا بالمستشفى ما كانت تمام لانه اكيد مستشفى اطباء، بس هلا جايز نحن بخير طالعين بدنا نتسوق ونعمل تسوق رمضان. رح نرجع للمستشفى بعد يومين، عم نسوي 24 ساعة مراقبة لضغط الدم لماما، ورح نرجع يوم الاربعاء نسوي فحص للاذن الوسطى لماما لان ماما عم تستفرغ كثير. فهي الخلاصة، نعمل لنا تحليل قلب، تحليل قلب
طلع حلو اوكي. ويا بس هسه رايحين وين ماما؟ رايحين نسوي شوبينج لرمضان، نسوق لرمضان في لرمضان، لانه نحن عم نصور هذا الفيديو قبل رمضان. لحظه صراحه جايز، اهم شيء اهم شيء بالدنيا اهلكم 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 اهلكم، لازم يعني سووا اللي يقدرون عليه. اني بالنسبه لي اهلي هي امي، امي هي اهلي وهي كل ناسي وهي كل شيء بحياتي. ف يا انا افتخر بيش ماما. ها حبيبي افتخر بيش. ثانك يو ماما. حياتي وبعد حياتي اسم الله اسم الله اسم الله ماما وكل ماما اسم الله. الله يخليك كافي حبيبي والله افتخر. لا تقولي لا تقولي يا ماما تعي. على فكرة الدنيا جدا زحمة، خلونا نروح نلحق لأنه حاسة إنه الأسواق حتكون فاضية. تعرفوا إنه رمضان إجا لما بتشوفوا الفمتو بالأسواق. أنا كتير بحب الجلاب والفمتو، كمان عصير التانجو، هذا العصير اللي بنعمله بس برمضان. ما بعرف إذا أنتوا كمان مثلنا بتعملوه، بس نحن بنعمله بس برمضان. المهم حناخد واحد فمتو وحنبلش فيه. آه. تعبت والله تقيل والله تقيل. هسه لازم بصل وبطاطا جايز. هذول اللي بعده. اوكي. رجعنا على البيت صراحة جايز، حقلكم شو صار. كاميرتي وقفت جان. شوفوا بكرة حنكمل هذا الفلوق، وأوعدكم حتكون تكملته أحلى وأحلى وأحلى. صباح الخير جايز، نحن صرنا بالثاني نهار اليوم. هلا بدي فيق بنين لانه بنين بعد لهلا نايمه. مثل ما انكم شايفين انا فقت من شوي بس غسلت وشي، خلينا نروح على بنين. اوكي فيق. البيت بعده اظلم. بنين 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 بنين. قولي حفيق 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 ولا شفيق؟ مستاب. دائما بتطلبوا مني تمثيل تمثيل تمثيل، سو ترقبوا التمثيل يوم الجمعه ان شاء الله. ما بعرف شو قصتي وليش عم فيق العالم بهذا الفلوج، بس هلا وصلنا على الفيلا اللي بدنا نصور فيها سلسله التمثيل لرمضان، او هاي الحلقه اللي رح تنزل لكم يوم الجمعه ان شاء الله. جايز جايز جايز، كندي كندي وصقر نايمين حنفيقهم. صقر صقر ممكن تفيق لو سمحت؟ الساعة 2 ظهرا. جايز صحينا صقر. صقر صحيت؟ صقر صحى بس كندي غرفته مقفولة وما عم بيرضى يفيق، وعندنا تصوير. كندي 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 كندي. والله السلسلة رهيبة رهيبة، كتير كتير قوية، إن شاء الله حتحبوها. يا منبه لحاله منبه كندي. انا كثير متحمسه انه امثل بهي السلسله لانه بحس انه شخصيه احكي لنا عن شخصيتك بالمسلسل. كثير بتشبهني بالحقيقه. جوله سريعه بالمكان اللي عم بصور فيه الحلقه التمثيليه اللي رح تنزل لكم. اول شيء هي الصالون جايز، هون ماما قاعده عم تشرب عصير. ماميتو كيفك؟ كيف الصحه؟ تمام خير؟ خير تمام جايز ان شاء الله خير. طلعت لكم ادعوا لماما جايز، الدنيا رمضان ان شاء الله يعني صحتها وكل شيء فيها. خلص الصالون جايز، تجوا هون في هذا المكان اللي كثير حلو، المسبح بجنب جايز. واو عن جد كل ما بشوف مسبح بقول يا ريت لو انا بعرف اسبح، بس المسبح كثير حلو. فرجي هون شوفوا، هون في قاعده وهون في تكمله المسبح. بيجن من هالمكان. تعالوا خليني افرجيكم الجزء الثاني من البيت. هون في هي القعده، هذا ميز الطعام جايز اللي بناكل عليه اكل، المفروض ناكل عليه اكل بالمسلسل. وهون المطبخ جايز، المطبخ مطبخ كثير هيك اجواءه حلو بيتوتيه. نحن كان بدنا ناجر مكان يكون، اجرنا هي الفيلا لانه هي فيلا حقيقيه، عالم عايشين هون وبياجروا فيلتهم مش استوديو، لانه كان بدنا اجواء الحلقه تكون اجواء حقيقيه ما تبين كانه مصوره باستوديو. هيك صورنا هون، وهون في حمامات تواليت وقصص جايز. هون في عالم عم بيشتغلوا، خليني افرجيكم. هلو هاي في راند جايز، عم بشيك كل شيء على الشاشه. في شاب هون متخبي ما بعرف ليه.
عشان عم نشتغل يعني we're getting ready to finish. سوري اسفين. اشتغلوا اشتغلوا على مهلكم. الطابق الثاني فيه الغرف، ولكن الغرف حيكون مفاجأة لأنه حتشوفوهم بالحلقة التمثيلية اللي رح تنزل يوم الجمعة، فترقبوا الحلقة التمثيلية يوم الجمعة وإن شاء الله تحبوها وتعجبكم. بصراحة جايز يعني أنا هاي ساكر صح النوم صح النوم، بس عملي الزوم على وشه بس. صباح الخير. الساعة 2 الظهر وعنا تصوير. شو سكر شو؟ ليش نايم للحين؟ عارف شو كنت احلم؟ شو؟ كنت احلم ان كيف يعني كنت اشوف فيديو كيف يوم الواحد من النوم. عرفتوا بس اسمع اصواتكم با صقر اصلا احنا يا كذاب انا صوتي هيك صقر انا صوتي كثير نايم صقر صقر. المهم صباح الخير ومن هذا المنبر اقول ترقبوا العمل الجديد ان شاء الله بيفجر الدنيا ان شاء الله يا رب. الف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. قعد كندي قعد كندي جايز بس خلص دخل شرف بنين جايز قاعدين انتوا عم نحتفل لانك فات من النوم. والله اني تعبان لكن صراحة يعني نشيت فريش اجواء جميلة ومتحمس صراحة. يعني نشيت بعد ما سرعت يعني الابواب يعني قمت فئت فئت بعد ما سرعت الابواب يا كندي وانت ما تقعد. والله العظيم وانت ما تقعد. والله اني قاعد اسمع الدقة في الاحلام. ها؟ العب تنس تك تك اسمع الدقة والله العب تنس العب تنس واسمع كندي كندي. انت تلعب تنس بالحلم؟ ايوه كنت العب سله وكنت ترى كنت رياضتك كلها في الاحلام، الرياضه مالك كلها في الاحلام، لو رياضتك في الصدق كان هو ترى ضعيف. ماما سمعتي؟ ايش رايك باللي قاله؟ كندي ما امل من حكي معه، ما امل من الحديث وياه، يضحك فني فني فني. المهم جايز بشوفكم بعدين. متحمسين؟ يس كثير؟ يس انا كثير متحمسه كثير متحمسه.